مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة طليعة الفضائية، ورمضان مبارك عليكم. وطبعا بالبداية أحب أشكر مطعم فيلا 14 اللي وفر لنا هذا المطبخ الجميل، وأيضا حيكون ويانا الشيف راكان إبراهيم. شلونك شيف؟ شكرا لك، الحمد لله. شلونك؟ شو أخبارك؟ طبعا تحياتي لك ولعائلتك الكريمة اللي يتابعونك. تحياتنا لهم ولكل الشعب العراقي والمتابعين، وتحياتنا أيضا للكادر أكيد طبعا اللي يتابعون خلف الكواليس طليعة، أيضا نشكرهم كلش. شكرا لك. طيب اليوم شنو الأكلات اللي راح تقدم لنا إياها؟ اليوم كبة حلب راح نسوي، يعني اليوم أنا حلب كبة. اليوم حلب كبة، يلا. والحساء حساء بازاليا بالنودلز راح تكون، سلطة شرقية، وكرات الحلو الكرات بسكويت راح تكون معنا. هاي هم سهلة. أنا هاي هم سهلة. هي. طيب أعطينا مقدار لكل أكل، العفو كل أكلة، أعطينا المقادير مضبوطة. يلا مشاهدين الكرام سجلوا المقادير لتتعلموها من شيف راكان. شكرا. هنا عندنا التمن راح نطبقه، التمن بطريقة راح نطبقه بالتوابل، اللي هي التوابل اللي راح تكون الكركم والفلفل الأسود والكزبرة والكاري أيضا، والماجي لحم أو ماجي دجاج يكون، أو مي لحم مي دجاج. أيضا راح نحمس له شوية بصل للتمن، وبعدها ننتقل للحم. طريقة اللحم راح نطبقه أيضا، اللحم واحدة راح نطبقه، والبصل واحدة أيضا راح تكون الطبقة مالته. للحساء الحساء البازاليا بالنودلس، اللي هو بازاليا والنودلس، وأيضا راح تكون التوابل مالها الكزبرة والفلفل الحار أيضا، وال طيب. أيضا عندنا والزلاطة الشرقية اللي هي معروفة أكيد، الزلاطة الشرقية راح نسويها بالخس والأخيار والطماطم والبصل والفلفل أخضر، وأيضا بالنعناع. لين تعرف والجرجير. الفلفل ده تحط له فلفل، راح ألغي الفلفل وراح نخلي جرجير. وأيضا عندنا الكرات البسكويت، عندنا بسكت نوعين، وهنا نوع أسمر، وهنا عندنا نستلة أيضا، وعندنا الجوز الهند اللي بغراش نصير بالآخر شيء، مو صحيح؟ صح. أكو أغلب الناس أو العوائل يصيحوا له لب بغراش. لب بغراش. يلا إذا المشاهدين الكرام خلينا نبلش أني وأنتوا أكيد شيف راكان بطبخاتنا لهذا اليوم، وراح نسوي كبة حلب. أكيد. يلا شنو التحضيرات الكبة؟ هنا شوية بصل بالبداية راح نطبخ التمن. بصل ويا التمن؟ اي الطبخة يعني غير حلو. طريقة راح اطبخها انا. شغل الطباخ. طبعا مشتغل سبقتني. لا مشتغل. شنو حط زيت شي لو بدون؟ زيت زيت راح يكون. هواي شوية. بعد مو هواية كلش. كافي يعني هيجي؟ هاي شنو مي ما دائما الزيت كل شيء ولا الدهن، خاصه احنا لابسين نص صردان، يعني خير انه احنا ننحرق. بعد شيء قليل من الزيت. طيب تاج بعد الزيت. بعد اليوم انت ما تحب الزيت لو لا لين قام لي فرقع. كافي. شكرا. لا يلا تعال انت يم الطباخ اليوم. بعد ما نحمس البصل، نحمس البصل على النص، حط توابل. توابل اللي هي شنو؟ فلفل اسود. حلو. شيء قليل من الفلفل الاسود، كاري. معلقة مال اكل. نصف معلقة كزبرة. وايضا عندنا كركم. نصف معلقة. طيب شنو فرق كبة حلب على الكبة العادية؟ هي ما بيها اي فرق يعني، اكو الكبة العادية السراي قصدك؟ لا الكبة العادية كبة التمن. كبة التمن هي، بس هي مشهورة، احنا عندنا المشهورة هي تسمى كبة الحلب يعني. هي كبة التمن هي كبة كبة حلبية هي بالاصل، يعني هي كبة حلبية كبة التمن. اغلب ربات البيوت يخلن ويا التمن نشا على مود يخزنوها بال مجمدة، من ترجع تطلعها وتموحها وتحطها بالدهن ما تتفلش، فهاي طريقة النشا كلش نجحت عندهم. نجحت، هي طريقة ناجحة هي بالنشا. درنا لها شوية ماجي لحم، نا ملح، طبعا أكثر محافظة عندنا بالعراق مشهورة بالكباب اللي هي الموصل،
تحياتنا لاهلنا بالموصل طبعا. تحياتنا لهم اكيد، يعني هم الكبه المصلاويه. انت من الموصل؟ انا مصلاوي. صدق يعني ظاهر انه انت قايل لي وانا ما منتبه. يعني شفت من قلت تحياتنا لاهل الموصل ابتسامتي صارت كلها شعر على راسي. فتحياتنا الاهل ابراهيم وتحياتنا لكل محافظات العراق، بالتالي كل محافظه بالعراق مشهوره باكله، وايضا كل طبخ العراق طيب. شكرا. اكيد كل العراق ماكو من كل محافظه لها طبقتها الخاصه، لها اكلها الخاص. اكو لهم بصمه بالاكل. اي لهم بصمه قويه بالاكل كل محافظه عندنا. هسه درنا التمن. درنا التمن راح يكون مثل التطبيق، هو مثل التطبيق بس لين لازم. فقط المي ماله راح يكون زايد. زايد عندنا يكون زايد يكون لين نقدر نعجنها بليت. يلا هسه خلينا نبدي نكمل الحشوه. اجيب لك راح نحتاج طاوة. ذكروني مشاهدي الكرام طاوة. اوكي طبعا انا متاكد دي يصيحون من ورا التلفزيون طاوة. هاي الطاوة. دهن؟ ايه لا انا الطريقه راح اشتغلها بدون زيت. بدون زيت مثل ما شفت ما يلزق يعني. لا ما راح يلزق. فقط لحم استخدمنا لو ما بي دهن ولا لحم. لا هو لا ما بيش شيء قليل لا ملح ولا لحم. هسه راح يذب مي. هسه راح يذب مي بالماي مالته. هو ينسلق بالماي مالته ورا ما ينشف من المي راح ادير له شويه زيت. وايضا البصل من راح اطبخه بوحده مو مثل اللحم ويا اللحم ولا راح اخبطه. بعد الطبخ راح ارجع اخبطهم سوا. حضر بالبصل ما راح تلشع اكيد؟ لا طاوه ما تلشع. خليها. نعم. طيب. هاي البصل. حضر البصل. هي القيمة مع الكبة تكون ريحتها كلش طيبة، خاصة لما يطبخوها بالبيت تنتشر ريحتها بكل أرجاء البيت، بحيث إنه الجيران يعرفون إنه اليوم أنتوا سويتوا كبة. هي تفضح. ريحتها كلش قوية. حالها حال الدومة. السمك الكبة هذني يعني مميزات. تعرف أطيب شيء بالاكل من يبدون يحمسون الثوم وينتشر ريحه الثوم. طبعا ريحه الثوم كلش طيبه بالدهن. كلش فتشي يعني للعلم باكثر الطبخات يعني هواي طبخات اكو ناس بتحب الثوم. بعد العلم هي انه الثوم كلش مفيد يعني. كلش مفيد ايضا للصحه. يعني عندي مرات ثوم بلع شلون الكبسوله يعني مثل المي وهاي قبل ما انام. بس هي يعني طريقه اللي الاسبوع مرتين نسويها هواية سن صغير لان شنو ينظم طريقه الدم بالجسم. اي طيب هي كثير بها ينصحون بها الاطباء طبعا مشاهدين الكرام انه تناول الثوم كلش مفيد. كلش مفيد. هسه ايضا موجود يعني تلقى عند العشابين ثوم منقع بالملح بحيث يفقد الريحه مالته بس تبقى الفوائد هي تبقى الفوائد بس ماكو اي ريحه بها. وما إذا بلعنا الثوم يعني مثل الكبسولة أيضا ما تطلع أي ريحة. بفوائد ماكو شيء. فوائد. بالكون ما يعني من الخضار إذا مو بيها فائدة. مثل الخس، الفلفل الأخضر، الخيار، كل شيء بي له فائدة خاصة. صح أكيد. بس أنا إذا أنصحك بعض الناس يعني ما يأكلوا الثوم. لا يعني. خلا شوف اللحم احترق يمكن. شوف بدأ ذب المي مالته صحيح. طيب هاي البصل كله للكبه. طيب بعد ايش عندنا شيء نثرمه؟ راح نثرم الكرفس ايضا. كرفس وبعد للكبه. بعدها ننتقل للوجبات الثانيه. اوكي بما يستوي تمن وتنحمس القيمه. طيب اللحم المثروم. Thank you.
تغير لونها. اي في ماي شكل المي ماله احنا نرجع له. ترى ليش شكل المي خلاص راح. تعال شوف بعد راح يذب مي بعد اللي يتغير لونه كامل. يلا ينشف المي خليه براحته. هذا الكرفس. كرفس هذا حلو طريقه السكينه مالتكم تستخدموها الشيء في انه سريع كلش يعني قليل يعرفون يستخدمون هذا الشيء. وياما طبعا ناس تابعوا برامج طبخ وحبوا يقلدون بالبيت وجرحوا نفسهم اكيد سبب هاي السكينه. يعني السكينه يعني ما احب وما انصح اي شخص انه يستخدمها مثل الشيف انه يكون سريع لان هاي راد لها ممارسه وتمرين يلا توصل او توصلين مثل هاي المرحله. فانتوا بالبيت ما تكون انه عجله طبخي على كيفش ترمي على كيفش بالتالي سلامتك عندنا اهم من كل شيء. واهم شيء بالطبخ يعني هم من يطبخون بالبيت يقفلون الموبايل ويطبخون. لا ما يستخدمون الموبايل طبعا اكو يعني يعني الموبايل مثلا تراسل اهلها او اقاربها فتنسى الدولمه على النار بالاخير اذا تحكي تشتم ريحه تحرق تقول احترقت الدولمه. طيب قفل التليفون كمل الدولمه ورجع عادي طبيعي خابري اهلك او اقاربك او اصدقائك بالتالي انه راح يجي زوجك او ابوك او اخوك من الدوام تعبان يريد وجبه غدا مو يجي يلقاها محروقه. فمو انا نبهت شيف راكان يعني اللي يريد يحكي يحكي على شيف راكان. لا لا اكيد انه لا معك مو بالقصد. حطيت زيت هسه؟ ايه لا لا بعدني يلا هنا بابا بعده مي بعده هو اللحم والدجاج بشكل عام ايه؟ حتى السمك السمك يبرز مي عندي يبرز مي و السمك اذا يظل بيه المي يظل الزفاره مالته. اوكي. لا. انت ما راح تضيف البصل وياش عجب. لا راح اطبخ البصل بحت. ايش عجب طريقه؟ طريقه ثانيه انا عندي يعني هي مو جديده. بعد مصلاوي يعني انتم اهل الكبه. ما راح اتناقش وياك بهذا الموضوع. لا مو طريقه جديده بينما هي طريقتي اللي انا متعلم عليها فهي هاي الطريقه. نشوف انا ياهل يلف اكثر، انا لو انت وياهل احلى. اكيد. انا ما لعب قبل بس انا متابع يعني امي من تلف كبه بالبيت على طريقه ايديها فان شاء الله اقدر اليوم اقلدها. الله يعني انا شايف نظري الله يخليك حبيبي، شايف نظري فخلي اليوم اطبق على ارض الواقع بالعملي. بعد ترجع تعاونها بالبيت ربي يحفظها ان شاء الله ويطول عمرها. بالمناسبه انا هواي دائما اقولها مو عيب انه الرجل لا مو عيب يساعد زوجته او يساعد اهله لا لا. بالبيت وبالمطبخ يعني شيء طبيعي شكو بيها المساعده كلش حلوه. بالعكس. طيب لحد ما ينشف مي اللحم مشاهدينا الكرام خلي نروح فاصل. شكرا الى فيلا 14 اللي وفرنا هاي المطبخ الجميل. خليكم ويانا وشيفكم بعد الفاصل. مستمرين وياكم احبتي المشاهدين وشيفكم وخلص تقريبا عندنا لحم الحشوه الكبه اللي هي كبه حلب وايضا التمن عندنا جهز بس لازم نخليه يبرد على مود نبدي نلف الحشوه. ايش راح نبلش هسه شيف راكان؟ راح نبلش بالبصل. البصل حط زيت؟ لا بدون
هاي الطريقة. باش راح اضيف لها تسويها عجينة. تسويها عجينة. دخلها براد مدة 10 دقائق. تلزم روحها ونرجع نشتغلها مرة ثانية. طيب. هذا كشفه لل لا لا بعد يبرد؟ بعده يعوزه. يعوز له بعد شوية؟ اي. طبعا هنا مشاهدين الكرام ريحه البصل بالدهن الحر يعني ريحه كلش طيبه، وايضا بعد ما يشقر عندنا البصل راح نضيف الكرافس مو ايضا اللحم بعد الكرافس. هاي نضيف اللحم اخر شيء. ايه اوكي. نعم نبدي نعجنها. هاي تنعجن بالايد؟ هاي لازم بالايد. ما ترهم بالايد. ما ترهم، لازم بالايد. طيب طريقة حلوة. طيب. وسهلة، بعدين بالبراد ولا وين؟ بالبراد مدة 5 دقائق أو 10 دقائق. شويه تبرد انا اقدر نشتغل بس تلا بالبسكت غير شكل كلش ريحته طيبه كل شيء هي يعني سهله ايضا. افحصها بهاي الطريقة شوفها تتلازم او لا. اوكي بعدها راح هسه ادخلها دخلها ببراد بعدها نرجع للحشوة. يعني هيك هي عجينة بالبراد؟ عجينة هيك بالبراد انجلتنا وندخلها بالبراد مدة 10 دقائق او 5 دقائق نرجع مرة ثانية إلى. طيب اوكي شكرا لك. يلا انا لحد ما اكمل البصل والشيف راكان يودي العجينة للبراد، أنا راح أكمل البصل وأيضا بعدين نضيف البصل مشاهدين الكرام على اللحم وبعدين نضيف الكرافس وتكمل عندنا الحشوة، ولحد ما تبرد التمن عندنا ورا ما نعجنها راح نلف الكبة كبة الحلب. شيف راكان هنا شو رأيك بالبصل؟ بدأت ريحة البصل تأخذ مثل ما تشوفه أنت. هسا أكمل البصل تقريبا. ما يصير يقسب مو؟ عادي إذا قسب شوي بس ما يصير يقسب هو يعني لازم يبقى بعد. ليش المفروض؟ المفروض يلا طريقة. نضيف على اللحم؟ أكيد. يلا نجيب الطاوة ذيك. أكبر. خليها هاي الطاوة خلصنا من عندها الله يخليك. شكرا. ابدي اخبط. عاشت ايدك. ايدك حبيبي. نعم. هسه شو تنضيف الكرافس؟ مرة ثانية شوية ملح. ندرنا ملح فقط للحم. مالح ما بينا حيل. مع الفلفل الأسود. بعد الكرافس شو راح يغير الريحة مالته؟ هي الكرافس تغير الريحة جذريا. هاي شوية تساعدينها بالخلطة صارت كمية هواية ما أدبرها شوية. شكرا. ليه راد لها وقت؟ راد لها وقت تبرد نقدر نشتغلها بعدها. يلازم التمن والحشوه مشاهدينا الكرام اثنيناتهم يبردن
لازم. نقدر احنا نبدي نشتغل بالحشوه وايضا نلف العجينه عجينه التمن. اكيد. يلا طيب نخليها لحد ما يبردن، احنا نبدي نشتغل طبق ثاني اللي هو السلطه او الحساء. نبدي بالحساء. هسه احنا التمن طفيناه مو؟ التمن هسه بعده. خلينا نكشفه على مود يبرد. هسه طفيناه. حب انا اعجن لك اياه بالعجانه الشفشير هذا. حاول نذبه بالعجانه اسرع. يلا. شكرا. حد ما نعجنها انت تسوي لنا السلطه او الحساء. كافي هذا؟ كافي هاي. خلينا نشتغل اليوم بالعجانه. تمام. راحت. وصل. شوي هنا لازم تعلي صوتك على مود العجانة. أكيد. وصل ناعم. زيت زيتون. فلفل اسود، كزبره، فازاليا، اوكي. شكرا لك. مي. ها؟ تعجينا هنا شوية مي. شوف راك كان هيك اوكي لو بعد. عاشت ايدك. خوش عجنة؟ خوش عجنة. بس بعدها حارة. اي اكيد راح تبقى حارة. راح نديرها. نعم؟ نعم دا تبرد. ينراد له وقت هواية؟ اي اكيد ينراد له وقت بين ما يبرد تمل. طيب
الظاهر انه هي راح تكون اللفه اخر شيء. نلف منا ونقلي منا. نلف منا ونقلي منا. انت تلف وانا قلي. ما تريد تتعلم لف؟ اتعلم اكيد. هم الف لي واحده اثنين. ماشي. هذا كافي على الكميه؟ كافيه مو هوايه الا. اذا احتاجينا بعد. المطعم برات شيء تبرد؟ لا لا. نعوفه هسه راح تبرد مده 10 دقائق هيك ما تطول بدنا. يلا حد ما نكمل لنا. حد ما نكمل الزلاطه ونكمل الحساء. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا اجلنا التمن على مود ان نحشي به الحشوه اللي سويناها وصير كبه حلب، وبعدين راح قلنا اتفقنا انه يلف شيف راكان واني اقلي بالدهن لان ما يبرد عندنا يراد له وقت. نعم. سلطة شرقية. بصل. بصل وخس. خس. شنو أخبار الشوربة؟ أندومي؟ أندوم. هي النودلز. نودلز. طيب. إذا مشاهدين الكرام تقريبا طبخاتنا ما بقى لها شيء راح يخلصن، فنروح ناخذ فاصل قصير. شكرا الى مطعم فيلا 14 وايضا شكرا للشيف روكان اللي تعبناه اليوم. شكرا لك ويانا وشيفكم بعد الفاصل. مستمرين وياكم احبتي مشاهدين برنامج شيفكم. السلطة عندنا كملت والدهن على النار وايضا عجينة الكبة بردت، راح نبدي نلفها بس بعد ما نجهز السلطة. اكيد بعد ما نجهز السلطة ونقدمها. يلا نبلش. عندنا الحساء ايضا مشاهدين الكرام بقى شوية ويخلص. شوية ملح. سمير زيت زيتون بلا زحمة عليك. انطيك زيت زيتون. هاي وين شامري زيت زيتون؟ شكرا لك. رشة. اي. وهذا طبق الحساء كافي. هذا هو. اشكرك. راح نبدي طبعا مشاهدين الكرام نصب الحساء. نعم الزلطه الشرقيه كملت. شويه طحين. الماعون. راح نصفط به الكبة. هذا زيت، اكو من يستخدم المي او الزيت. عاشت ايدك. هاي بعدين التزيين بعد ما نلف مشاهدينا الكرام الكبة. علمني. هاي فتحتها بدون ما انت يمكن تشوفه او متابعينا. يلا مو مشكله. هسه طبعا حمد دهن عندنا. هاي شو رشيت هنا؟ طحين. عم لا تلزق؟ ايه. اتوقع اقدر ادبرها؟ اكيد. لا اول شيء زيت ايدك شويه زيت. شيل العجينه. طيب هاي طريقه. الفتحه شلون؟ هي عده طرق لها. هاي طريقه اذا حبيت. شلون تسويها خفيفه كلش؟ هي بالاصابع نتحكم بيها بالاصابع. او اظن اي اذا حبيت طريقه ثانيه. دوس عليها كل السهلة هاي الطريقة. ترجع أيضا بالأصبع. يعني أجرب. جرب هاي الطريقة الأفضل. الطريقة الثانية أفضل. طيب. من الطريقة الأولى. أقدر أجرب هاي نقليها؟ حمى زيت نقليها. حمى. هاي
اظن بعده محامي. بعده. انت اضحك بسرك دا تعرف انه انا دا اخرب الشغلات، بس هاي ايش تيست مشاهدينا الكرام؟ فدوى لك. انه دا نشوف الزيت حمى او لا. فدوى لك. يلا اعطيني خلي اجرب وحده. جرب. شو اسوي؟ سوي هاي هيجي هيجي صح؟ زيت ايدك. خلينا اخذ قليله هاي. هاي طريقة. انت طبعا لا تعلموا من عندي، تعلموا من شيف راكان. هاي طريقة. عندك هنا باوع، اذا فتحت بهاي الطريقة نرجع عليها. والله يمكن نشحت عندي. حاشت ايدك، لا تسوي رقيقة كلش لين تمن هذا. فاني ما راح اطمع، واحدة كافية. حاشت ايدك. اي صح، بس بعدين شو اربطها؟ هسه شلون اربطها؟ بهاي الطريقة. هيجي؟ ايه. هسه انت مو مال كوباية، ليش مخرب نفسك؟ فنش ساعدنا هاي. صلح لي اياها، صلح لي اياها. هسه اصلحها. عندنا هاي اللي نقص شوية، نقدر كلش طبيعي. ما دبرتها طبعا. في عمرني. صعبة صعبة طبعا، يعني انه كل شخص يعني يصير عنده خبرة بكل شيء، فأني هنا ما دبرتها. انا اعتذر من عندكم واعتذر من الشيف راكان. لا عشت ايدك بالعكس. خربت للعجينة. بالعكس. ما صلحت؟ صلحت. هي اهم شيء صلحت. خل اشوف هاي الكوباية صار من عندها. عاشت ايدك والله. اكو صحن نقدم بيه؟ اكيد اكو صحن نقدم بيه. انت تنصح انه احنا اول ما تلف نقلي له شويه ترتاح؟ يلا شويه ترتاح ونرجع نقليها. او اوكي لف اللي نحتاجه. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام الاطباق جهزت عندنا، عندنا الحلو بالبراد طبعا هسه راح نروح نجيبه أكيد. ونلفه ونجهزه، وايضا طبق الحساء اللي كمل عندنا والسلطه والكبه دي يلف بيها طبعا شيف راكان، وبعدها راح نقليها ونقدم لكم اياها. يعني. اريدها تقسم. تقدر تستعمل اذني عادي هسه زيت حار عندنا. نبجي منها من الاخيره. عندنا وحدة إذا تفلشت فهي نوقعها براسك، نقول هاي سمير لفة. أنا هاي مالتي. مو؟ أي وحدة تتفلش راح أقول هي هاي سمير لفة. هاي استوت مو؟ استوت، نقدر نخليها بعد. خليها بعد لو استوت؟ خليها بعد تشقر اكثر. اطلع. مقرمشة. تصير مقسبة اكثر. مقسبة اكثر هي. طبعا مشاهدينا الكرام هو هذا طبقنا الرئيسي اليوم اللي هو كبة الحلب. الكبة المفروض انه ما نظل كل شوي نقلب بيها. لا لا بس انا يعني اعتبروني انه انا فضولي لازم اشوفها كل شوي. انه انت اللي تقلب بيها هي يعني ما شاء الله تصرف الكبة يعني هاي. ها يعني لازم هيك تبقى. طيب هي بالاخير لما تستوي راح تطلع لي فوق. اي صار وزنها خفيف. كلش. مثل هاي هسه هاي طلعت فوق القديمة الاولانية. ابدي اذب بعد؟ كيفك؟ اذا مجال. اباشر. الله. وقعت. اكو مجال. شيء الطاوة ما شاء الله كبيرة. واهم شيء الزيت لا يكون بارد.
بدأت تتحمر طبعاً. كم كوباية حنقلي؟ كيفك؟ ما أعرف أنت بكيفك يعني. لا تحاول تلف هواية ذني كافي. على مود الوقت. مو؟ إيه نلف الحلو أيضاً لين. عمود نجهز الحلو. جهز الحلو. يلا. راح أخليك أنت تروح تجيب الطبق الحلو. وأني راح أبدي أكمل التقلاه. تمام. أوكي. لا. شيل ذني أيضاً. خلي مشاهدين الكرام طبعاً. أهم شيء إنه هي من تخلوها بالدهن لا تسووا مثل كل شوية تقلبوا بيه لأن هو دهن هواية خلاص هي راح تستوي وتجهز ذن الأطباق تقريبا كلها خلصن بقى طبق الحلو راح يروح يجيبه الشيف راكان من الثلاجة ويجي على مديب دي يقدم لكم إياه. هذا طبق السلطة أيضا خلاص طبق الحساء أيضا كمل بقى بس مجرد انه احنا نقدم لكم الاطباق صار على الحلو احتاج شويه مي راح ابدي اطلع عن يدني شوف عادي مو سولو بعد عاشت ايدك شوف شوف مستويات شوية مي هاي طريقة هاي نخليها بقى شوية خليها دي يدب الباقيات شوية شيف راكان احنا داركنا الوقت فنريد شوية اسرع لان الحلقة راح تخلص عندنا والمخرج جاي يقول خلص عندنا الوقت تحياتنا اليه تحياتنا له اكيد ها بالدوسي يصير مو هاي الطريقة بهاي الطريقة لا تمسك تلزم نفسها أكثر سويها على شكل كرات كرات طيب فايل طبعا حلو أطباقك سهلة وأي شخص يقدر يشتغلها بالبيت بس مجرد يراد لها دقة وايضا الوصفات تكون دقيقه اكيد يعني رادله يعني اهم شيء الوصفات تكون دقيقه طيب هسه هنا كافي لان كافي خلص عندنا وقت البرنامج عندنا البرنامج يلا شو اريد اريد تزيد لنا هذا لحد ما انا اطلع لك الباقي وايضا بدون تزيين قدمه وباللمسات الاخيره راح تبين عندك هسه اخر شيء يلا اريد تعطيني كل تفصيله كل طبخه عندنا الكب والحلب طبخناها اللي هو التمن بالبدايه طبخنا التمن بالتوابل الكاري والكزبره والكركم والفلفل الاسود والماجي لحم يرهم يكون مي دجاج او مي لحم او الماجي يكون كلش طبيعي طبخناها بدايه الطبخه مالتنا بعدها من طبخنا اللحم مثل ما شفتوا طبخنا اللحم بدون دهن بدون زيت بدون اي شيء فقط ذبيناه بالطاوه فلفل وملح ملح فقط وبعدها درنا للبصل من طبخنا البصل اللي هو بالدهن الحار طبخناه ايضا ورا ما استوى البصل رجعنا درنا البصل واللحم سوا ودرنا له الكرافس ايضا وذبينا له مره ثانيه الفلفل الاسود والملح و عندنا الحساء البازاليا مثل بالنودلس مثل ما طبخناه مقابلكم بالبدايه البصل حمسناه ايضا التوابل المرافقه اليه اللي هو الكزبره والفلفل الاسود
والبازاليا والنودلس ايضا معها. وهنا الزلاطه الشرقيه اللي سويناها اللي هي الخيار والفلفل اكيد لغيناه قاطر عيونك والخس والطماطه والبصل والليمون مع القشر الليمون اكيد ثرمناها والزيت الزيتون. وهنا عندنا الشوكولات بسكويت شوكولاته اللي هو بسكت ثلاث انواع عادي كلش طبيعي اذا يكون نوع او نوعين او ثلاث انواع انا اشتغلتها بثلاث انواع. وايضا النستلة نعجنها بالبدايه وبعدها للبراد 10 دقائق بعد البراد اشتغلها بهاي الطريقه. شكرا لك والف عافيه على كل متابعي قناه طلع الفضائيه وتحديدا برنامج شيفكم. طبعا احب اشكر مطعم فيلا 14 اللي وفرنا على المطبخ الجميل، وايضا احب اشكر الكادر الموجود خلف الكواليس علي ميرزا وحسين وعماد العمده. تحياتي للمخرج صامد الخالدي، الى اللقاء.